بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي حصة جديدة في ليجو مايند ستور ليفل 2. في الحصة دي هنبدأ نتعرف على درس جديد، هو ان احنا نقدر نكومنيكيت تو برينز ببعض عن طريق البلوتوث، بحيث ان ممكن برين يبعت رسالة لبرين تاني ويقدر يشغله، ومن خلال الرسالة دي ممكن ان احنا نعمل ابليكيشنز كتير. ابسط مثال ممكن نستخدمه هو ان احنا نعمل ريموت كنترول، اقدر ان انا اتحكم في الروبوت عن طريق البرين الاولاني كريموت كنترول، واستخدم الروبوت التاني كريسيفر. اول خطوة لازم نعملها عشان خاطر نقدر نعمل كوميونيكيشن في البلوتوث، ان انا اكتب بروجرام يبعت على البرين ده وبروجرام يستقبل على البرين ريسيفر. يبقى انا محتاج تو بروجرامز، بروجرام هنا وبروجرام هنا. تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل بروجرامز دي، ونرجع تاني نعمل اول تجربة. هنبدأ دلوقتي نعمل التو بروجرامز بتوعنا. زي ما انتوا شايفين احنا هيبقى عندنا ملفين او تو بروجرامز. البروجرام الاولاني هو ترانزميتر، انا مسميه تي اكس. البروجرام التاني اسمه ار اكس. طبعا هو تي اكس ده هو اللي هينزل على الريموت، البرين بتاع الريموت، وار اكس هو اللي هينزل على الروبوت. احنا في بداية البروجرام انا محتاج ان انا اعمل البروجرام بتاع الريموت، اني اول ما ادوس على التاتش سنسور يبقى انا اول حاجة ان انا ويت فور تاتش، تمام كده. انا طبعا موصله على بورت واحد. اول ما ادوس عليه هيبعت رسالة بلوتوث. طيب ازاي ان انا ممكن ابعت رسالة بلوتوث؟ ابعت رسالة بلوتوث عن طريق ان انا هخش على هنا الادفانسد منيو بالشكل ده، وبعد كده هدوس على المربع بتاع الاكشنز، المنيو بتاعت الاكشنز. هلاحظ ان انا عندي هنا سند مسج، هقدر ان انا ادوس سند مسج بهذا الشكل. طيب في البدايه لازم احنا نتعرف على انه انواع الكونفيجريشن بتاع سند مسج في البلوتوث. هلاحظ ان انا اول حاجه لازم اختار نوع الكونكشن بتاعتي. هنا في اربعه شانل، الشانلز دي او القنوات دي البلوتوث بيقدر يكونكت بيها. باي ديفولت بتبقى الشانل بتاعتي هي الشانل رقم واحد، افضل ان انا اسيبها زي ما هي. تاني حاجة عندي هو نوع رسالة، هل هي رسالة تكست كلام ولا رقم ولا لوجيك. انا بفضل ان احنا نختار نمبر رقم، على اساس انه بيبقى اكيوريت اكتر، وفي نفس الوقت بقدر اقول له ان انا احدد رقم معين، الرقم ده هو اللي على اساسه يحدد نوع الحركة بتاعتي. فانا بفترض مثلا هختار رقم خمسة، هنا ان انا هبعت رقم خمسة، فرقم خمسة ده معناها اتحرك. اول ما يوصل رقم خمسة يبدأ ان هو يتحرك. تالت حاجة، في حاجة اسمها الميل بوكس. الميل بوكس دي هو اسم اسم صندوق البريد اللي انا ببعت عليه رسالة. يفضل ان انا ابعت باي ديفولت على ميل بوكس رقم واحد. هنشوف بعد كده ان انا هحتاج ان انا هغير الميل بوكس، ان انا ممكن احتاج ميل بوكس رقم اتنين تلاتة وهكذا، بس باي ديفولت طالما هبعت رسالة واحدة يبقى خليني على ميل بوكس رقم واحد. يبقى كده البروجرام بتاع التي اكس او ترانزميتر خلص، ان انا مستني اول ما ادوس على البريس التاتش سنسور هيبعت رسالة رقم خمسة ده كده على ميل بوكس رقم واحد. طيب انا كده خلصت البروجرام بتاع الروبوت، واقدر اعمله داونلود على الروبوت. طيب تعال نشوف البرين بتاع الروبوت هيبقى عامل ازاي. اكيد طبعا اول حاجة عندي هيبقى عندي ويتنج، ان انا مستني ان انا تجيلي رسالة على البلوتوث. فهنلاقي هنا ممكن اختار هنا اي ويت فور اي حاجة، ممكن اختار مثلا ويت فور تاتش مثلا، تمام كده، واغيرها. اجي هنا لو انا فتحت السنسورز هلاحظ هلاقي حاجة عندي اسمها ريسيف مسج. هتلاحظ انه في حاجة اسمها ريسيف مسج وفي علامة تعجب وبعد كده ريسيف مسج. لا، الجزء بتاع علامة التعجب يفضل انك ما تستخدموش، استخدم ريسيف مسج اللي هي بدون علامة تعجب. يبقى انا غيرت نوع السنسور بتاعي، يبقى انا ام ويتنج فور، بدل ما ويت فور تاتش اختار ويت فور ريسيف مسج. فانا قاعد مستني رسالة تجيلي. طيب هنا نوع الرسالة اللي انا مستنيها ايه؟ احنا اخترنا، فاكرين انا مختار نمبر. طيب هنا بيقول لي كومبير تو، يبقى هو مستني انه يجيلي رقم معين. الرقم ده فاكر انا اخترته كام؟ كان رقم خمسة. يبقى انا اول ما يجيلي رقم خمسة اللي مبعوت لي على الميل بوكس رقم واحد، تمام كده، يبقى ساعتها هعمل الاكشن اللي بعد كده. احنا قلنا فاكرين كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن ان انا هتحرك هنا ببيو سي مثلا، هتحرك انا لمدة
تجربوا مع بعض وتشوفوا. ودلوقتي بعد ما عملنا البرنامج، تاني خطوة انه قبل ما اشغل البروجرام بتاعي لازم الاول افتح بلوتوث في الترانسميتر والريسيفر او البرين اللي انا بشغله كريموت والروبوت. عشان افتح البلوتوث هنعمل الخطوات الاتية. ده البرين اللي انا بستخدمه كريموت، زي ما انتم شايفين انا حاطط هنا 2 تاتش سنسور. هبدأ انا افتح البرين زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدأ ان انا اجيب بلوتوث. هلف هنا بلوتوث، هخش جوه بلوتوث، وبعد كده هعمل اون، هيبدا يفتح بلوتوث، وهلاحظ علامه البلوتوث بدات تطلع عندي هنا، يبقى كده البرين ده فتح بلوتوث عنده. بعد ما اعمل الخطوه دي هبدا كمان ان انا افتح البلوتوث في البرين اللي انا بستخدمه كريسيفر في الروبوت، وبعد كده ابدا ان انا اكومينيكيت التو روبوتس مع بعض. طيب بعد ما فتحنا البلوتوث في التو برينز، هنبدا ان احنا نعمل كوميونيكيشن ما بين البرين الاولاني والبرين الثاني. زي ما انتم ملاحظين هنا، هنا مكتوب اسم البرين NXT_M. لازم اكون انا عارف برضو اسم البرين الثاني عشان اقدر اكومينيكيت عليه. فحبدا ان انا اخش على البلوتوث وابدا ان انا اعمل سيرش عشان ادور على كل اجهزه البلوتوث المفتوحه. طبعا انا بعمل الكلام ده لو انا بكومينيكيت مع على البرين ده لاول مره. هيبدا دلوقتي هو يعمل سيرش. دلوقتي بدا ان هو يجيب لي بعض الاجهزه الموجوده هنا. اقدر اقلب بالسهم يمين وشمال عشان اعمل نافيجيشن في الاجهزه اللي هو لاقاها. هلاقي من ضمن الاجهزه هلاقي NXT88، هو ده اسم البرين بتاعي اللي هو البرين بتاع الروبوت اللي انا بستخدمه في الكوميونيكيشن. فهقدر ان انا كونكت عليه. هنا هختار نوع التشانل بتاعتي. باي ديفولت التشانل بتاعتي بتبقى تشانل 1 زي ما احنا شفنا في السوفت وير، فانا هخلي التشانل بتاعتي 1. هيبدا يعمل كوميونيكيشن، وبعد كده هيطلع لي علامه اللي هي العلامه دي انه شكل البلوتوث اتغير، فان هو قدر ان هو يعمل بيرنج مع الروبوت، فكده ان هما دلوقتي اتنين كوميونيكيتد مع بعض. وبالتالي معنى كده ان انا اقدر اشغل البروجرام في البرين، بروجرام في البرين بتاع روبوت، واقدر ان انا كوميونيكيت الاثنين مع بعض. طيب في معلومه مهمه انه لو انا عملت كوميونيكيشن قبل كده بين تو برينز وتسجل اسم البرين اللي انا بكوميونيكيت معاه، مش محتاج ان انا كل شويه اعمل سيرش مرتين، ممكن اجيب اسمه على طول. بعمل كده ازاي؟ عن طريق ان انا لما بخش جوه بلوتوث ممكن اخش جوه ماي كونتاكتس، وهلاقي على طول الاسامي اللي انا دايما بكوميونيكيت معاها، فهلاقي اسم البرين بتاعي اللي هو NXT88، اقدر اكومينيكيت معاه على طول من غير اي مشكله. ويكومينيكيت بسهوله. في معلومه ثانيه برضو انه لو انا بستخدم برين لاول مره وعمري ما عملت بيرنج مع برين ثاني، فالطبيعي ان هو ممكن يطلب مني باسورد 1234 في اول مره بس. لو طلعت لك الرساله دي ما فيهاش مشكله، بتدوس اوكي هنا في الزرار الاورنج، وتدوس اوكي برضو في البرين الثاني، فيشتغل معاك من غير اي مشكله. طيب دلوقتي هنعمل اول تجربه بعد ما نزلنا اول بروجرام في الريموت والبروجرام الثاني بتاع الريسيفر نزلناه في الروبوت. هنبدا ان احنا نشغل اول حاجه البروجرام بتاع الريموت، وبعد كده نشغل بروجرام ريسيفر. هنلاحظ انه تو بروجرامز بيرنوا، الريموت او الروبوت مستني رساله بلوتوث تجيله من الريموت. اول ما ندوس على الزرار هيبعت رساله توصل لي الروبوت ويبدا ان هو يحركه. تعال نشوف كده. فعلا هنلاقي ان هو الروبوت اتحرك اول ما دوسنا لمسافه 3 روتيشن، وبعد كده وقف. ممكن ان احنا كمان نجرب التجربه مره ثانيه، حتى ممكن لو حابب انك تبعد اعتقد لحد مسافه كبيره، ممكن لحد 15 متر ممكن تجرب ان هو تجربه، هيشتغل معاك مره ثانيه. طبعا هنا هنلاقي التوب بروجرامز وقفوا ما يقدرش نشغله مره ثانيه، فلازم كل مره نفتح الريموت وبعد كده نفتح الروبوت وبعد كده نجرب، هنلاقيه يشتغل معانا. طيب تعالى بدل ما كل شويه اقعد افتح وافتح، ما تعالوا نعمل تعديل في السوفت وير بحيث ان انا كل ما اجي ادوس هو يشتغل. تعالوا نجربها مع بعض. طيب ودلوقتي هنا علشان خاطر افضل دايس على التاتش سنسور ويفضل الروبوت يتحرك كل شويه 3 روتيشن، يبقى في فكره حلوه ان انا ممكن احط ده جوه لوب.
يعني هو يستنى اني ادوس، كل ما ادوس يبدا ان هو يبعت الرساله. وفي نفس الوقت الار اكس برضو كل ما تجيله رساله يبدا ان هو يحرك 3 روتيشن بهذا الشكل. تعالوا نجربها مع بعض ونداونلود البروجرامز ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. دلوقتي بعد ما عملنا التعديل اضفنا اللوب عشان خاطر نقدر ان احنا كل ما ندوس يفضل ان هو يشتغل. تعالوا نشوف نجرب التجربه دي ونشوف هنوصل لانهي نتيجه. دلوقتي هشغل البروجرام بتاع الريموت وبعد كده هشغل البروجرام بتاع الروبوت، واول ما ندوس هنشوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا لاحظنا هنا هنلاقي انه اول ما دوست دوسه واحده بس على التاتش سنسور الروبوت فضل يتحرك 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 على الرغم ان انا ما دوستش غير مره واحده. طب يا ترى هو ليه فضل يتحرك بهذا الشكل؟ واضح انه في مشكله. تعالوا نشوفها في السوفت وير ونشوف ازاي ممكن نعرف ايه هي المشكله دي ونعالجها مع بعض. طيب زي ما احنا شفنا مع بعض المشكله اللي بتواجه الروبوت ان انا مجرد ما بدوس على التاتش سنسور مره واحده بيبدا ان هو يكرر نفس البروجرام مره ثانيه وكاني عمال ادوس مرارا وتكرارا بالرغم ان انا دوست مره واحده. يا ترى المشكله فين في البرنامج؟ في الواقع المشكله ملهاش دعوه بالتي اكس او الترانزميتر. البروجرام الموجود في الريموت او الترانزميتر ما فيهوش مشكله. ليه؟ لان هو بيستنى ان انا ادوس وبعد كده يبعت. كل ما انا ادوس مره يبعت هو مره، مفيش من غير اي مشكله، وبيفضل يعمل الكلام ده خلال اللوب. المشكله في الواقع موجوده في الريسيفر. يا ترى ليه؟ لان الريسيفر هنا في البرنامج مكتوب ان هو لما بيجيله رساله برقم 5 على الميل بوكس رقم 1 بيبدا ان هو يتحرك لمده 3 روتيشن. طيب ايه المشكله في كده مع اني دوست مره واحده وهو بيبعت مره واحده بس؟ في الواقع ان هو بعد ما بيخلص ال 3 روتيشن بيبدا على اساس ان هو موجود جوه اللوب بيبدا يعيد نفسه تاني ويشوف هل انا جات لي رساله تانيه رقم 5 ولا لا. في الواقع انه الرساله اللي بتكون موجوده على الميل بوكس رقم 1 لسه موجوده زي ما هي ما مشيتش، فهو بيتهيأ له او بيعتقد انه جات رساله مره تانيه فبيبدا يكرر نفسه تاني. الحل ان انا لازم اغير الرساله الموجوده دي، لان هو بيشتغل بعد ما بيخلص التلاته روتيشن بيعيد تاني بيشوف هل في رساله جات لي ولا لا. في رقم 5 لسه موجود فهيكرر نفسه تاني وهكذا، فبيقعد يعيد نفسه مره تانيه مره تانيه بالرغم ان انا باعت مره واحده بس. الحل ان انا اغير الرقم اللي موجود رقم 5 ده بعد ما ابعت الرساله الاولانيه. طيب انا ما عنديش اي حاجه ممكن تخليني اغير الرقم، يبقى الحل الوحيد لمعالجه الموضوع ده ان انا في الترانسميتر اول ما ادوس ابعت له رساله اقول له رقم 5 معناها اتحرك، وبعد كده اول ما اسيب تعالوا نعمل ان انا اول ما اعمل ريليس للبوتون بتاعي اهو عملت له ريليس هبعت له رساله مره تانية بتقول ان انا شلت صباعي من على التاتش سنسور وبالتالي ممكن ان انت تضيف او تقفل الموتور. يبقى انا هنا هبعت، انا كنت في الاول باعت رقم 5 على ان هو الاكشن او الحركه، هبعت انا رقم 2. انا هقول انه مثلا رقم 2 ده معناه ان انت تبدا ان انت تقف. يبقى اول ما تجيلي هنا رساله برقم 5 هبدا ان انا اتحرك لمده 3 روتيشن، ولكن انا برضو هفضل مستني ويت فور. تعال نشوف هنا ويت فور ريسيف مسج نوعها نمبر، فانا مستني رقم 2. فبالتالي اول ما هيجي لي رقم 2 معناها انه انا شلت صباعي او شلت ايديا من على التاتش سنسور، وبالتالي لازم ان انا اوقف الموتور بتاعي يبقى ستوبت وما شغلش مره تانية غير لو انا دوست. يبقى هنا في رساله بتتبعت 5 معناها اتحرك و2 معناها ستوب. وفي الترانزميتر هلاحظ ان انا ببعت اول ما ادوس ببعت رقم 5 معناها اتحرك، وبعد كده waiting for release مستني ان انا اشيل صباعي من على التاتش سنسور وبالتالي هبعت رساله
محتواها. اتنين على الميل بوكس برضو رقم واحد. ومنساش ان كل ده انا شغال على نفس الكونكشن للشانل رقم واحد. تعالوا نجرب التو بروجرامز دول ونشوف هيشتغل معانا ازاي. دلوقتي زي ما انتم شايفين التو بروجرامز شغالين، ومجرد ما ادوس على تاتش سنسور هنشوف هيشتغل معايا الروبوت ازاي. فعلا هو اشتغل مره واحده لمده 3 روتيشن وبعد كده وقف تاني. تعال نجرب مره تانيه. اشتغل اشتغل وهكذا. يبقى انا كل مره ما بدوس على تاتش سنسور بيشتغل لمده 3 روتيشن ويقف. بس انا مش عايز كده، انا عايز طول ما انا دايس يفضل شغال، طول ما انا اسيب اول ما اسيب يقف يبقى شغال زي الروبوت الكنترول العادي بتاع العربيات. طب تعالوا نعمل تعديل في السوفت وير نشوف ازاي ممكن نعمل الحركه دي، وتعالوا نرجع نجرب التجربه مره ثانيه. دلوقتي في التجربه اللي فاتت لاحظنا انه لما بدوس على الزرار بتاع التاتش سنسور بلاحظ ان الروبوت بيمشي 3 روتيشن وبعد كده يقف. يبقى كل مره بدوس الروبوت بيمشي 3 روتيشن. دلوقتي انا عايز يبقى الروبوت بتاعي يشتغل زي الريموت كنترول الحقيقي بالظبط، ان انا اول ما ادوس على التاتش سنسور وافضل دايس الروبوت يفضل متحرك، اول ما اسيب ايدي الروبوت يقف. يبقى هعمل تعديل بسيط جدا في الار اكس او الريسيفر اللي هو البرين بتاع الروبوت، انه اول ما تجيلي رساله ان انا اتحرك اللي هي رقم 5، بدل ما اتحرك 3 روتيشن لا انا ممكن اتحرك انليميتد، بحيث ان انا افضل متحرك واستنى لحد ما تجيلي رساله 2 ان انا سبت الزرار فاقدر ان انا اقف. يبقى ده التعديل بس اللي انا هعمله في الريسيفر، وممكن اعمل داونلود واخلي الترانزميتر زي ما هو ما غيرش في السوفت وير بتاعه، وبعد كده اقدر ان انا اعمل التجربه دي واشوف النتيجه بتاعتها. تعالوا نشوفها مع بعض ونرجع تاني. طيب تعال بقى نجرب التجربه دي ونشوف هل الروبوت فعلا هيمشي طول ما انا دايس ولا لا وبعد كده هيقف. دلوقتي التو بروجرامز بيعملهم ران، هنشوف ان انا هفضل دايس هسيب. يبقى كل ما افضل دايس هيفضل شغال، اول ما اسيب يقف وهكذا. ادوس يشتغل، اول ما اسيب يقف. يبقى وصلت انا دلوقتي لمرحله كويسه في التحكم في الروبوت بزرار واحد ان هو يقدر يمشي لقدام. طيب تعالى اضيف اوبشن مع بعض، ان انا هنجرب ان احنا نضيف زرار تاني، ويبقى بحيث يبقى عندنا تو تاتش سنسورز على تو بورتس مختلفين، واقدر انا اتحكم في الروبوت ان هو يمشي يمين ويمشي شمال بالتو تشانلز، ويقدر يمشي على طول كمان. تعالى نشوفها مع بعض في البروجرام نرجع نجرب مره ثانيه. ودلوقتي بعد ما شفنا التجارب اللي فاتت هنبدا ان احنا نطور الروبوت بتاعي شويه عن طريق ان انا هضيف تاتش سنسور تاني زي ما احنا شفنا. يبقى عندي تاتش سنسور ناحيه اليمين، تاتش سنسور شمال، بحيث ان انا بدل ما افضل ان انا امشي على طول بس لا انا ممكن احود يمين واحود شمال بالاضافه ان انا امشي على طول. علشان نطبق الموضوع ده واقدر اعمل فول كنترول على حركه الروبوت، محتاج ان انا يبقى عندي رسالتين او تو مسج، مسج للموتور اليمين ومسج للموتور الشمال. وبالتالي لو انا دوست تاتش سنسور يمين الروبوت يلف يمين، ولو دوست شمال الروبوت يلف شمال، او ان الموتور يتحرك الموتور الشمال هو اللي يتحرك يعني. ولو انا دوست على التو تاتش سنسورز في نفس الوقت يبقى الموتور اليمين يتحرك والموتور الشمال يتحرك، يبقى ده ايكويفالنت ان الروبوت يمشي على طول. فانا محتاج ان انا اعمل تو اكشنز ان بارلل، انه عندي لوب بتراقب الموتور اليمين بس او التاتش سنسور اليمين اللي بيتحكم في الموتور اليمين، ولوب تانية بتراقب في نفس الوقت التاتش سنسور الشمال، بحيث انه انا بشوف مين فيهم اللي داس واللي داس فيهم او سواء كان واحد فيهم داس او الاثنين يبدا ان الموتورز بتاعتهم تبقى تراكت للاكشن ده. يبقى هنا هنبدا نتعلم حاجه جديده لاول مره في البروجرامنج، هي البارلل بروجرامنج، انه حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت وهما اندبندنت ما لهمش دعوه ببعض. مهم قوي في البارلل بروجرامنج ان انا اعمل حاجه اندبندنت، يعني ما يبقاش الاكشن اللي انا بعمله في اللوب ده يتعارض مع اكشن اللوب التاني. الموضوع اشبه بان انا اقول لك مثلا ان انت تقوم تقف وتقعد في نفس الوقت، ف
فدول تو اكشنز ديبندنت، معتمدين على بعض، فده هنا يحصل تعارض. لكن لو انا قلت لك مثلا ان انت ممكن ان انت تقوم تقف وترفع ايديك لفوق مثلا، فده معناه انك تعمل تو اكشنز في نفس الوقت بس ما لهمش دعوه ببعض. تعالوا بقى نعمل التجربه بتاعتنا هنا. ممكن اضيف لوب تانية، انا يبقى انا اللوب بتاعتي هتبقى مخصصه لموتور واحد بس، هنشوف بعد كده في الرساله. وهنا هعمل لوب تانية هتبعت رساله تانية خالص خاصه بالتاتش سنسور اللي هنعمله. هنعمل تاتش سنسور تاني كده، وليكن هو تاتش سنسور هنوصله مثلا على 4، بحيث ان اول ما ادوس عليه تبدا انه في رساله. هنعمل كوبي من الرساله دي، الرساله دي تتبعت، بس هنا هبعت برضو رقم 5 ولكن هبعته على ميل بوكس مختلف، هختار ميل بوكس رقم 2. فبالتالي انا خصصت ميل بوكس رقم 1 لان ابعت عليه التحكم للموتور اليمين وليكن على سبيل المثال، وميل بوكس رقم 2 بتحكم في الموتور الشمال. مفيش اي مشكله ان انا ابعت نفس الرساله، نفس محتوى الرساله هو رقم 5 لميل بوكس مختلف، ده ما ياثرش. اللي ياثر ان انا ابعت لنفس الميل بوكس بنفس الرساله، هي هو ده اللي ممكن يعمل مشكله. انا بحاول طبعا زي ما اتفقنا انا اخلي التو لوبس يبقوا اندبندنت عن بعض. الحاجه الثانيه ان احنا هنبدا ان احنا نضيف تاتش سنسور كمان، هنبدا نضيف التاتش سنسور. اول ما يحصل ريليس هيبدا ان هو يبعت رساله برضو ستوب للموتور وهي رقم 2، ولكن ما ننساش ان احنا عندنا ببعت ستوب اللي هو علامه 2 اللي هو رقم 2 ببعتها على الميل بوكس رقم 2. طيب للتذكير ان انا ازاي بعمل حركه البارلل، انه انا بعد ما اعمل اللوب هنا، تعال ناخد مثال، انا بعد ما بعمل اللوب بتاعتي تمام كده، محتاج ان انا اوصل اللوب بتاعتي تبقى بارلل مع اللوب الاصليه. فده هنا اتجاه الفلو بتاع البروجرام زي ما احنا شايفين، فانا محتاج اعمل اتجاه فرعي موازي بارلل للاتجاه الاصلي. بعمل الكلام ده عن طريق ان انا بقف على اللوب، هنلاحظ انه السهم اتحول علامه السلم تمام كده، وبعد كده بدوس شيفت، وبعد كده ببدا ان انا احرك السهم لحد ما اوصل لي هذا الاتجاه، وبعد كده اسيب شيفت واسيب الماوس، وبالتالي هنا قدر ان انا اوصل ببعض. بالمناسبه ليجو مايند ستورم بيسمح ان انك توصل اب تو 10 حركات او 10 فلو للبروجرام كاكشنز تحصل في نفس الوقت. انا كده خلصت الروبوت، ابدا اخش على البروجرام بتاع الروبوت، هبدا اضيف عليه نفس الحركه. ممكن ان انا عشان اوفر على نفسي اعمل كوبي من الريسيفر تمام كده، عملت كوبي منه، وبعد ما اعمل كوبي هبدا ان انا اوصله. نفتكر مع بعض، ادوس شيفت وبعد كده اوصل، وبعد اسيب شيفت واسيب الماوس. هنا بستقبل رساله على ميل بوكس واحد، لا انا عايز هنا تبقى ميل بوكس 2 تمام كده. هنا هلاحظ ان انا بحرك موتور سي موتور بي، انا ممكن اخصص واحد فيه، وممكن اخصص هنا مثلا سي بس، ان هنا سي بيتحرك وهنا بس سي بيقف تمام كده، وهنا نفس الشيء برضو هيبقى بي هو بس هيتحرك وبي هنا هيقف تمام كده. يبقى انا عندي بستقبل رساله من على ميل بوكس 2 بتحرك بي، وبعد كده لما استقبل على نفس الميل بوكس هنا اغيرها تبقى 2، استقبل على ميل بوكس 2 هيجي لي بي هيقف. هي نفس الشيء، ميل بوكس 1 5 بستقبل 5، سي بيتحرك بستقبل 2 على ميل بوكس 1 سي بيقف تمام كده. كده قدرت اعمل بروجرام لي تي اكس وار اكس، بقدر كنترول روبوت يمين وشمال وقدام. تعالوا نشوف التجربه مع بعض عمليه، وبعد ما نعمل داونلود ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا ضفنا تاتش سنسور تاني بحيث ان احنا نقدر نعمل ريموت كنترول اقدر اتحكم فيه يمين وشمال، بحيث ان انا ادوس هنا يلف يمين، هنا يلف شمال وهكذا، وفي نفس الوقت لما انا دوست الاثنين مع بعض يمشي على طول زي ما احنا شفنا في البروجرام. تعالوا نجربه مع بعض كده، انا هجربه الريموت هنا عشان نشوفه مع بعض ونشوف هيتحكم ازاي فيه. دلوقتي تو بروجرامز فعلا بيرنوا والتو برينز كوميونيكيت اوريدي مع بعض عن طريق بلوتوث، فانا اجرب ان ادوس الاثنين في نفس الوقت. فعلا بيتحرك، ادوس هنا يمين الموتور اليمين بيتحرك، ادوس شمال الموتور الشمال بيتحرك.
وهكذا، ممكن اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. هنلاحظ كمان حاجه كمان تانية، انه الحركه فيه بقت اسهل كمان من الحركه برنامج اندرويد على التابلت او على الموبايل. لكن هنلاحظ انه حتى الان الروبوت بيقدر يمشي قدام وبيلف يمين ويلف شمال، لكن في موقف زي ما احنا شايفين كده الروبوت ما بيقدرش يرجع لورا. فاحنا محتاجين كمان لو قدرنا نابديت السوفت وير بتاعنا ان احنا نضيف له زرار يرجع لورا. في افكار كتيره طبعا ممكن نخليه يرجع لورا، لكن بما ان الاولاد في ليفل 2 لسه، فاحنا مش عايزين نخلي البروجرام معقد. هنعمل طريقه ان احنا هنضيف زرار ثالث، وليكن هنستخدم زرار بتاع الـ NXT عشان نوفر فيه عدد التاتش سنسور. هنستخدم زرار الـ NXT، هنشوف مع بعض ازاي نستخدمه بحيث ان انا اول ما ادوس عليه الروبوت بتاعي يرجع لورا بشكل سيمبل. طبعا في اشكال طبعا من الرجوع لورا، او ممكن اضيف امكانيات اكتر اعلى من كده، لكن دي هنسيبها لحريه التفكير للاولاد. تعالوا نشوف البروجرام مع بعض ونرجع تاني نجرب التجربه. دلوقتي بعد ما جربنا الروبوت بتاعنا وهو بيلف يمين وشمال وبيمشي على طول، تعالى نضيف الاوبشن الثالث ان هو يمشي لورا. هنستخدم دلوقتي زرار نخلي الروبوت يرجع لورا. عشان نخلي البروجرام بتاعنا سيمبل دلوقتي، ممكن اخلي ان انا بجاست وان بوتن اخلي الروبوت يرجع لورا دايركت ستريت من غير يمين وشمال. حابب ان انت تعقدها شويه او تخليها مور ادفانسد، تخليها انه يرجع لورا يمين او شمال، انت حر. بس عشان خاطر نقدر نوفر في عدد البوش بوتونز او نوفر في عدد التاتش سنسور، هنستخدم البوتون الموجود على البرين نفسه اللي هو البوتون الاورنج الموجود في نص البرين. عشان اقدر استخدم حاجه زي كده، ودي حاجه جديده هنتعلمها النهارده، هبدا ان انا اضيف لوب ثالثه. طبعا هنشتغل دلوقتي الاول على تي اكس او ريموت. هبدا اضيف لوب ثالثه تمام كده بهذا الشكل، وهنا طبعا ممكن اضيفها فوق مثلا، او عايز اضيفها تحت مفيش مشكله، ممكن انا ابدا اضيفها فوق. وما ننساش طبعا ان انا بدوس هنا شيفت، وبعد كده ببدا ان انا اكمل اللوب بتاعتي واسيب. طبعا انا دايما بدوس شيفت، وبعد كده بدوس ليفت كليك عشان خاطر اعمل دراج للارو او للتراك بتاع البروجرام. هنا هغير البوتن ده، بدل ما اخليه بوتن 1 هخليه اختار هنا في السنسور اختار فيه حاجه كده اسمها NXT buttons، زراير NXT. لو دوست عليها هيقول لي انت عايز اني زرار. في ثلاث زرار اساسيه اللي هو الانتر اللي هو زرار الاورنج، وفي الليفت وفي الرايت. انا عايز استخدم الانتر. حابب تستخدم انت الليفت والرايت مفيش مشكله، ممكن تستخدمهم لو انت عايز تعمل ترجع، لكن انا هستخدم الانتر. هنلاحظ طبعا ان الزرار بتاع الكانسل اللي هو الزرار الجراي مش موجود معايا في البروجرامينج، فانا هقول له بريست تمام كده ان انا دوست عليه. وطبعا هغير نوع الميل بوكس، هخلي الرساله زي ما هي اكشن، لكن هغير الميل بوكس بتاعي هخليه 3 مثلا. وبعد كده هغير برضو هنا اخليه NXT بوتونز ريليست. وبعد كده هخلي الرساله بتاعتي اللي هي 2 ولكن توصل على ميل بوكس رقم 3. طبعا كل اكشن بتضيفه، حابب تضيف اي اكشن جديد ابعته على ميل بوكس مختلف، عندك عدد لا نهائي من الميل بوكس، لكن تحرص انك دايما تحافظ على الكونكشن بتاعتك تبقى واحده. يستحسن تبقى الكونكشن على تشانل رقم 1، لكن بتغير في الميل بوكس بتاعتك. خلي كل اكشن بيحصل ميل بوكس هي اللي بتحدده الحركه. نفس الشيء طبعا هنعمله في الريسيفر في البريم بتاع الروبوت. انا هاخد كوبي وهنا بالشكل ده. طيب طبعا اول ما بريسيف رساله من ميل بوكس رقم 3، نفس الشيء برضو ميل بوكس رقم 3 نفس الرساله. طبعا هعمل ايه؟ هخلي الروب بتاعي يحرك A و C ولكن يحركهم لورا، عفوا هو B و C، اخلي B و C يتحركوا لورا تمام كده. ونفس الشيء طبعا هنا اخلي B و C يقف. طبعا في حد ممكن يسالني، هو انا لما اوقف B و C وفي نفس الوقت بشغل C هل يحصل مشكله؟ اقول لك لا، لان انت هنا بتوقف B و C، لكن انت في الحاله دي لما بتدوس على التاتش سنسور اليمين بتشغل سي بعد ما تكون وقفت بي وسي، فهنا مفيش تعارض، فهنا مفيش مشكله، هنا مفيش اي تعارض. بيحصل تعارض لو انت دوست على زرارين في نفس الوقت. لو انت دوست على انه يرجع لورا
ويخش يمين مثلا في نفس الوقت، فهنا ممكن يحصل مشكلة، ممكن الروبوت يبدأ ان هو ما يشتغلش كويس. ولكن في الحالة دي حي 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 غير كده هيشتغل معاك الروبوت كويس. طبعا هو ده simple example ان انت تقدر تعمل full navigation، هنشوفه مع بعض في الفيديو اللي جاي بالروبوت. وممكن تضيف اوبشن زيادة زي ما انت عايز، ممكن تضيف روبوت ارم يعمل حاجات زيادة. عندك up to 10 parallel channels او programming threads في نفس الوقت. تعال نشوف مع بعض بعد ما نرن البروجرام ده ونشوف ازاي هيشتغل معانا بالطريقة دي. دلوقتي بعد ما ضفنا الاوبشن ان هو يرجع لورا، تعال نجربه مع بعض ونشوف ان انا بتحكم في الروبوت ازاي. انا ادي الروبوت بتاعي، هبدأ ان انا اطلع لقدام، بعد كده اقدر ان انا ارجع لورا. هلاحظ ان الروبوت بيرجع لورا بس ستريت، ما بيقدرش يرجع يمين وشمال. عشان يرجع يمين وشمال ممكن استخدم يا اما سويتشات اكتر، او ان انا يبقى السوفت بتاعي كومبلكس اكتر. انا هنا عملته بطريقه بسيطه، ممكن الاولاد يعملوا بطريقه اكثر تعقيدا من كده، لكن عشان اقدر العب بيه لو هحتاج ان انا العب مصارعه مثلا بالروبوت، يبقى اعتقد ممكن يبقى ده كده كفايه ان انا ابدا بيك بشكل سيمبل. هبدا ان انا اكمل ماشي بالشكل ده، اقدر ان انا اعمل نافيجيشن كامل في الملعب يمين وشمال قدام وورا من غير اي مشكله، واقدر ان انا انفذ اي تاسك بتاعتي. في كمان اوبشن لو انت حابب ان انت تجرب ان انت تضيف روبوت او موتور ثالث، الموتور الثالث ده يعمل اكشن، ممكن تستغل مثلا الزراير بتاعتك يمين وشمال ان انت بنفس الطريقه اللي برمجنا بيها الزرار اللي في النص، ممكن تجرب زرار الليفت والرايت تمام كده، ان انت تخلي الروبوت يقدر ان هو يرفع الارم بتاعت الموتور او ينزل الارم بتاع الموتور عشان ينفذ الاكشن اللي هو عايزه. طبعا اوبشنز كتيره او عدد لا نهائي من الحلول ممكن ان احنا نستخدمها. بالطريقه دي ممكن ان احنا بعد ما نخلص التجربه بتاعتنا، ممكن ان احنا الاول ان احنا نعمل سباق زي ما احنا عملنا في التابلت في ليفل 1. ممكن نعمل سباق عن طريق على الارض، الاولاد تمشي بيه، كل واحد يتحكم في الروبوت بتاعه، طبعا كل واحد باني الروبوت بتاعه بالشكل اللي هو عايزه. الحاجه الثانيه ان انا ممكن ان انا اقلب الترابيزه زي ما احنا عملنا في ليفل 1 والعب على ظهرها مصارعه، بس هنا طبعا هتبقى الكابابيلتيز في الريموت، كل واحد يبتكر السوفت وير بتاعه ازاي ان هو يهزم المنافس بتاعه. في نفس الوقت انت ممكن ان انت تضيف ارم يضرب بيه مثلا، لو انت عايز تضيف ارم ثالث ممكن تضيف استراتيجي جديده ان انت لما تيجي ترجع لورا ترجع بطريقه مختلفه، لما تيجي تمشي بطريقه مختلفه. مش بس كده، كمان بقى عندك اوبشن انك تبرمج انك لو عايز تضيف سنسورز ان انت لو الروبوت بتاعك مثلا قرب يقع وانت ما لحقتش تدوس على الزرار، هو اوتوماتيك يرجع لورا ويمنعه ان هو يقع على سبيل المثال. ممكن كمان ان انا اضيف اوبشن انه احط سنسور قدام بحيث انه اول ما الروبوت يلاقي العدو بتاعه او المنافس بتاعه اوتوماتيك يضربه من غير ما يستخدم الريموت، هو يشتغل اوتوماتيك. ممكن تضيف جزء اوتوماتيك وجزء مانوال. في افكار كتيره طبعا ممكن نعملها مع بعض، وتسيب الاولاد حريه ان هم يبتكروا الريموت والروبوت بتاعهم. وبكده يبقى احنا خلصنا الحصه دي من ليفل 2، ونتقابل الحصه الجايه ان شاء الله.